أهلا بكم محبي مسلسل أمينة حاف، إليكم ملخص الحلقة 18 وأهم أحداثها. ولكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. بداية، فارس يتصل بأمينة ويطلب منها الزواج. أمينة ستجاوب فارس الساعة ما بتعرف بعض. أمينة بتحكي لأمها فارس بده يتقدم له، طيبة بتشجعه لأمينة. أمينة بتحضر حالها عشان تروح على الغدا لبيت فارس. فارس بيحكي مع رقي بده يتزوج أمينة، ورقي بتفرح. بدر بيغازل منيرة، ومنيرة شاكي بتصرفاته. أما عن شمايل بتحكي لأمينة عن عريس أختها، ورقي بتسكتها. طيبة بتسأل شوق مين أنت، وشوق بتقول لها أنا مرت فارس. طيبة بتقول لها جايين نتغدى، وشوق بتطردن أو يصير يعملوا مشكلة كبيرة. فارس بيحضر وبيحل المشكلة، وبيطلب من شوق تعتذر منه وبترفض. فارس بيعتذر وبيحل المشكلة. شمايل بتسأل رقي بس ما يكون خطبتيها، ومنيرة بتلاحق بدر بالسيارة. فارس بيفرجي أمينة البيت. شمايل تطلب من شوق تنزل، وشمايل بتقول له خايفي وعم يرسم على الرابعة ضرار الضراير بيعاملني بعض المعاملة حلوة. وفارس بينصدم، وأمينة بتحكي لن إذا بده يتزوج ما بدها أولاد وبدها شهر عسل. شمايل بتقول لأمينة وطيبة جيتك سببت مشكلة، وأمينة بتقوم بتمشي. شوق بتهدد فارس إذا بيتزوج. فارس بياخذ موعد يزور أمينة. وفارس والهان بأمينة. فارس بيطلب من رقي تخلص له الموضوع وما في صبر. حصة بتسأل أم عبود ليش اخترتيني، بتجاوب ما أنا أمك هي اللي اقترحت. منيرة بتسمع حديث فوز وبدر، وبتدخل وبتقول لبدر وين الاتفاق انه نفتح صفحة جديدة، ويا فوز انت رفيقتي. الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو.